نشرب من الآن نشرب نسوان بالعربي حريم there is no man نشرب من الآن نشرب نسوان بالعربي حريم there is no man خبر عاجل فور دمي اطلعي فاصل يا بنت أمي نشرب من الآن نشرب نسوان بالعربي حريم there is no man صرح مصدر جاب لي خبر ناوليني الدوب ده نقوم نقرا نشرت نسوان والموقف بان اخبار وشمال موضه وكبان تخبري قلبي كرمال هلويش هذا شنو كمان يا البرجي نشرتنا الان نشرت نسوان بالعربي حريم زي سنومان كانت معكم شيالت الحالسه قبل ما كتبت الجازه منع نشرتنا الان نشرت نسوان بالعربي حريم there is no man اهلا ومرحبا بكم في نشرة نسوان لهذه الليلة. سرقت حلا خطيب صاحبتها تيسير وقررت تيسير انه ما تخليها كله وشهد حوش الجامعة مطاردة استمرت لأكثر من 3 ساعات. سوها نقلت لنا جانب من المطاردة دي ومن قلب الحدث سوها حاورت المشلوبة تيسير. والله ما أخليك والله ما أخليك ما بخليك ما يتمنى انا معانا في النشره مباشر تلفزيون اسلمك معلش يعني ستيسير بس الحاصل شنو ما بخليها عامر حبيبي خطيبي جبته معي بس مره واحده نزلني هنا جنب باب الجامعه بس وصلني تي تختفي وتشربه مني والله ما اخليها شلبته مني كيف اشكلها عديل كده بس جبته بس نزلني برا الساعه اللي قام مضارب لها مرسلها رسائل والله ما اخليك الليله يوم حنسته تحنيس 3 يوم محنس في عليك الله يا عامر رح معايا الجامعة عندنا احتفال عليك الله يا عامر رح معايا الجامعة عندنا احتفال في النهاية بعد سلال الروح وافق جبتوا قاعدين زي أمانة الله جاب تتراشغ وتتزارف ما الشجاية داخلة ما أرقش أنا بطو لكن ما بخليها والله ما أخليها ومعانا من برا الجامعة الخالة سعاد وهي شغالة بتبيع شاي برا الجامعة وكمان شغالة فراشة جوا الجامعة الخالة سعاد قلت لها الحاصل شنو انا ما عارفه تيسير دي المزعله شنو امجد خطيبه ده شكله عينه طايره الحمد لله الزاغ من اسا بدل يزوغ بعدين ويتلتله ويعذبها معاه وزي ما باعها يبيع غيره يا ضامن الرجال يضمن المويه في الغربال اجي أساساً عجبها روحها من جادة الجامعة دي باللوم أصلا ما جات لي خير ونهائي ما استغرت لا مع خطيب وشغالة شنو تسرق في الخطبة بتاع البنات عارفين نظام شنو أول ما تشوف لها خطيب ويعجبها تعمل فيها غمرانة وتدق في الواطة وقوم خطيب المجني عليها يسوق لها عربيته يوديها المستشفى يوديها بيتهم وتقوم تعرف على أمها وأخواتها هو أساساً رجال الكذابين احنا اصلا حقه نرجع زي زمان تعال نحكي لكم القصه دي انا بعد ما لميت على شريك حياتي واشترينا الشيله شاشه دي احرز بيها واحده تاني اصلا كذابين وخوافين وبكايين ابكوا لما يغرقوا العينين ولما نقول لهم العرس بتاعهم يجري يقولوا ما دايرين ما دايرين نقلنا لكم الحدث من قلب منطقة الصراع بعد ما خطيب غادة قفل تلفونه وشتت وحلا تاني يحرم عليها تخش الحرم الجامعي الخطوبة دايما بتحصل فيها مشاكل وهي بتكون السبب في انهيار العلاقة بين الخطيب وخطيبته معانا الخبيرة توما حسان حتتكلم لنا عن الموضوع ده
اهلا وسهلا. شكرا لكي. دائما الخطوبه لما تكون فترتها اكثر من سنه بتخرب، لانه الكلام بيخلص وكل يوم هم عايزين يطلعوا كل يوم برنامج جديد، فبيضطر انه الخطيب في كل مناسبه لازم يجيب هديه لخطيبته. وكمان لو الخطيبه بقت بتقرا في جامعه ده موضوع ثاني، لانه في اسر بتدفع الخطيب قروش الجامعه، عشان كده ظاهره فسخ الخطوبه بقت كثيره جدا. شكرا. زمان لما يجي واحد ويطلب يد بيت ما بدوها له الا بعد الشوره، لكن هسي في بعض الاسر بيقطمت فترة الخطوبة عشان الخطيب يشيل مع الأسرة بعض الأعباء، وبعد ما يشفطوا جيبوا ويفضوه يفسخوا الخطوبة. لكن في بنات بدل ما يفسخوا الخطوبة الخطاب بيتغدوا بيهم قبل ما هم يتعشوا بيهم، عشان كده في بنات بيجوا ما بيتخطبوا ويعملوا لهم كم علاقة حب مع كم ولد، وبكده بكونوا مخالفين للعادات والتقاليد والشرع. هاي عشان والله فترانة ومفلسة بري ما طلحتها. أي هتحول لي رصيد مقرش؟ أوكي عازمنا غدا؟ خلاص تمام، إيه تحول لي رصيد هاي بيجي الغدا. يلا باي، ما تنسى حوله، خلي بالك من نفسك. باي. حليكم الله هسي ده حرب بتاع سمك سقيل ده. ألو أي يا رامي؟ والله عيانة حق الدواء ده ما عندي. هتحول لي؟ خلاص محتاجة 500. أي ايه تحول من 600 هاي عشان يصابوا من 500 سميح؟ هاي يسلموا، خلي بالك من نفسك حبيبي. يلا باي. على كل الورع وارع حسي، هو ده زمن حب؟ ده زمن بيزنس. وفقط بعد ما يقولوا جايين يتقدموا ما بيجوا. يا بنتي بتتشجي بالعصير ده، كلهم بيقولوا كده جايين نعمل لهم العصير بالجد وهيجوا ونشربوا هنا. يا رب الخطيب ده ما جا ليه؟ وليه البنت دي بالذات الخطاب بيطفشوا منها قبال ما يجوا؟ اروحكم نشوف الاعلان ده. للتعرف على شاب وشياب من مختلف الجنسيات اتصلي الآن. صادق في عهده وحبه كالأفلام، وفي كالكلب. اتصلي الآن ما تخجلي، يسمح قومي استعجلي. شاب جدي وزي ما قال بلال موسى، توبة لا رد لا غرام لا خطوبة، عقد بس هواتفنا على الشاشة. الخطوبة شرارة بتأدي لحرق الزواج ونهاية العلاقة بين اثنين ضمهم غرام. ننتقل الآن للنشرة الجوية. منخفض حراري وارتفاع في درجات التوتر لدى الخطيبة المشلوبة عمدا، مما يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الحرص على الخطيب. درجات الحرارة المتوقعة للمشلوبة الأسبوع القادم، ارتفاع حاد في درجات الحرارة وربما يؤدي إلى تصدع نسبي لدى المشلوبة. النشرة الجوية قدمتها لكم أنا علوية زلازل، المشلوبة مرتين. أطلقت جماعة لا النسوة بيان تحذيري إلى كل البنات المخطوبات، إليكم البيان. نعم نعم مسؤوليتنا التامة. نرفض تماما بعد انتشار ظاهرة الخطوبات المفتوحة، قررنا الآتي. بعد انتشار ظاهرة الخطوبات المفتوحة قررنا الآتي: تحديد فترة الخطوبة وتكون 3 شهور، والخطيب ما مسؤول من خطيبته،
ولا من حقه إنه يلاقيها برا البيت طول فترة الخطوبة. وكدين نسمع لي بي واحدة سوت لها حفلة خطوبة ودفعت فيها الخطيب ضم قلبه، وهو كنت قادر يسوي حفلة للخطوبة دي ما يعرس، وأي واحد يصل البيت ويخطب يجبروه إنه يعقد ويسوقه. والراجل فيكم يجي يخطب ما معه وكيل ولا شهدين ولا مازون ولا عذر لمن أنذره. لا النسوة، لا النسوة، لا النسوة، لا النسوة، لا النسوة، لا النسوة. انتهى. لا النسوة انتهت نشرتنا لهذه الليلة. في أمان الله. نشرتنا الآن نشرت نسوان بالعربي حريم زي سنومان. نشرتنا الآن نشرت نسوان بالعربي حريم زي سنومان. خبر العاجل فور دمي، اطلعي فاصل يا بنت امي. نشرتنا الآن نشرت نسوان بالعربي حريم زي سنومان. فرح مصدر جاب لي خبر ناوليني الضب ده نقوم. نشرة نسوان والموقف بان، أخبار وشمال موضة وكبان. تخبري قلبي كرمال هلويش هذا شنو كمان جيل بيرجي. نشرتنا الآن نشرة نسوان.